حبيبتي. هلا وبيج حبيبتي. هلا بنتي الحلوه. فوتوا فوتوا يلا. أوي. فوتوا يلا فوتوا طبوا جوا. اهلا وسهلا. هلا بيج عمتي. هلا بيج قلبي انتي. سنان ولك حضرتوا لي هيك استقبال لين ربحت 100 مليون لعد لو اربح اكثر شان يمكن طيرتوني بالهواء. لا عمتي حبيبتي هذا شلون حكي؟ احنا ما حضرنا هذا الاحتفال على مود فلوسك، احنا من حبنا وشوقنا الك سوينا هذا الشيء، مو تمام اخواني؟ هي طبعا هي طبعا 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 طبعا. انت شنو دا تقشمرون علي ها انتم خابيل؟ يلا يلا هاكم هاكم كم فلس وطلعوا منها يلا. اشكرك. عمتي يا معودة هاش دا تسوين؟ هاي الفلوس هاني احتاجها اخوان بلا زحمة رجعوا الفلوس. هاي الفلوس هاني احتاجها اكثر من عندكم. يلا اخوان رجعوها فول عينكم يا معودين رجعوها عافية رجعوها رجعوها. عمة اني محتاج هاي الفلوس اكثر من عندهم ليش انطيتهم اياه؟ كلش محتاجهم يا عمة. انت تحتاجهم ليش تحتاجهم؟ مو حنونة اني عندي دين ولازم ادفعه واسدده. يا دين هذا سنان تتذكرين حنونة اني قبل 3 سنوات ادينت 12 مليون من فد واحد ونسيت ادفع له وهسه متضاعف الدين وصاير 90 مليون اني لازم ادفع. جيبي عمة. انت ايش قاعد تحكي سنان؟ اي والله الصبح واني دا سوق صعدوا بالسياره وهددوني قالوا لو تدفع لي فلوس لونك قلتلك هيك قالوا حنونة. اي والله ما دا كذب. يعني هسه انطونا خيارين مو؟ اي تمام واحنا راح نختار الخيار الثاني. ماما هذا شلون حكي عمه؟ اني دا اقول لك عصابه وراح يقتلوني واقول لك جيبيها احتاجوا لها الفلوس. لو تموت ما انطيك فلس يكفي التعايش ببيت هنا مثل الاسود وهسه حاط عينك على فلوسي. يلا ونا يلا ولي. لعد عمي شنو يعني يقتلوني تريديني اموت؟ لك انت بعدك قاعد قدامي. يلا امشي ولي قوم يلا يلا انقبر منها يلا. خلي اني اساعدك. يا ابو خلي انهزم يا خاين انهزموا. نورتي ماما. هالك أوس أمك وينها؟ راحت للصالون بابا. راحت على الصالون؟ لك أمك هاي غير بخيلة. أمها ربحت كومة فلوس المليان نصيب وصارت زنقينة ولحد الآن تروح تشتغل بالصالون. بيبيتك وين؟ هي هم قالت تعبانة من طريق فاتت على الحمام تاخذ دوش. خير أنت ليش جيت على البيت في هالوقت؟ أنت شعليك لك مطي شنو تحاسبني؟ بابا بيبي انطتني 100,000 قالت إذا إجي أبوك على البيت قول لي واني هسه لازم أروح أقول لها. لك أنت شقد مصلحتي على مود 100,000 تبيع ابوك؟ لك انت علي ما طالع هالشكل. بس اذا انت تنطيني اكثر راح اشتغل على حسابك. انطي اكثر؟ اي يا خاين يا قفاص لك انت شنو ما تقول لي علي ما طالع. الزم هاي 200,000 هاك خذها. ما شفتني افتهمت؟ تمام استاذ انا لا شفتك ولا سمعتك. عفوا ولك جحش ترن. ايه عم عجبا وين ضميت الفلوس يا ترى؟ جوا المخده ماكو هنا هم ماكو لعل يجوز جوا الفراش. والله خلي اشوف. الله
هذه الجنطة ايش قد غبية يا عمتي. شو تعالي. يا ويلي. يلا هسه خلي نبدل. يلا خلي نسد. اوف فلوس. اوس احد اجى ابني؟ بابا اجى بيبي. يو عمتي طلعت من الحمام وقاعد تحكي ويا اوس.